تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي، فالكل في هذه الحياة كراحلي. تجد الجواب يضيء دربك كلما أبصرته ناداك. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وأطاب مساءكم بالخير، أحييكم وأجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار في الديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل يبارك في علم ضيفنا وعمله ولدي، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله معالي الشيخ. الله يحييك ورحب بك ورحب بأخواني المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم ولجميع المسلمين التوفيق لكل خير. اللهم أمين، بارك الله فيكم. نحييكم أيها الأخوة والأخوات، ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ. نعيش هذه الأيام هذا الشهر الكريم، شهر الله المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وورد الحث على صيام يوم عاشوراء، وجاءت حديث مرغبة في صيامه ورتبت على ذلك أجورا كثيرة. حبذا نستمع إلى معاليكم في بيان فضل صيام هذا اليوم الكريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. وبعد، يوم عاشوراء يوم نجى الله عز وجل فيه موسى من عدوه فرعون، وهكذا سنة الله في الكون أن ينصر أولياءه المؤمنين، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكما قال تعالى وكذلك ننجي المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فانظر إلى فرعون وما لديه من القوة والقدرة والرجال، ومع ذلك نصر الله عز وجل نصر الله جل وعلا موسى على فرعون. وهكذا سنة الله في الكون ماضية بنصر أوليائه ممن يسير ممن يرغب أن يسير في حياته على شرع الله عز وجل وكتاب رب العزة والجلال وسنة نبيه الكريم. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صوم هذا اليوم، فإنه لما جاء إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم فسأل عنه، فقالوا بأنه يوم نجى الله فيه موسى فصامه شكرا فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، حتى قال صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر به سنة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة بالصوم حتى كانوا يصومون صبيانهم هذا اليوم، وكانوا يشغلونهم بأنواع اللعب من أجل أن لا يطلبوا الطعام. وفي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل، يعني إلى السنة القادمة، لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. فيوم عاشوراء هو اليوم العاشر، وهو يوم غد بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يستحب للإنسان أن يصوم غد وأن يصوم اليوم. فمن ابتدأ صيام اليوم من أول نهاره فهو على خير، ومن لم يطعم بعد فيجوز له أن يصوم من الآن، لأن صيام النفل ومنه صيام يوم عاشوراء ويوم تأسوعاء يجوز أن يكون بنية من النهار لمن لم يطعم قبل ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء أرسل في أصحابه مناديا من لم يكن
أطعم من لم يكن طعم فليتم صومه. ويجوز للإنسان أن يصوم يوم العاشر وحده، لا يلزم أن يكون يوم معه قبله يوم أو بعده يوم، بل يكفي يجوز للإنسان أن يصوم يوم عاشوراء وحده ويحوز بذلك إن شاء الله الأجر المرتب على ذلك. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. معي مجموعة من المتصلين، أبدأهم بالأخ الكريم. معنا عبد الله، تفضل. أم عبد الله؟ لا، أم نواف، تفضلي. أيوة، تفضلي. إحنا زمان يعني نولد ولد الطفل وتوفي على طول، والوالد الله يرحمه أخذوا كفن ودفنوا في البيت، يعني في فناء الدار نفسه. نعم. والآن صار هذا الكلام قديم جدا، يعني فهل يجب أن نفتح؟ يا أم نواف الله يحفظك، هذا الفرط يعني دفن في البيت؟ ايوه، في مكان معلوم، يعني الوالده تعلم المكان وتحرص يعني على انه ما احد يقرب هذا المكان وكذا، لكن هل الان يجب ان ننبش المكان ونخرج من المقابر المسلمين حتى ما نعلم يعني دفننا نفس الطريقه او انه فقط حفره ودفن فيها؟ نعم. ف يعني هل وجوده في ناس وهل يجب علينا نقله؟ هو في بيت في بيت العائله يا اختي؟ نعم. المتات هو فرط يا أختي صغير؟ 9 أشهر كامل بعد الولادة. بعد الولادة. نعم. من متى هذا يا أختي؟ والله سنين طويلة يعني؟ يعني 20 سنة، ممكن قرابة 20 ممكن. طيب، أيضا سؤال ثاني بالنسبة للجنازة، إذا أحضروها من المسجد إلى المنزل لاجل يسلمون على المتوفى وكذا، هل يجوز أن يقيمون صلاة جنازة ثانية؟ هل يجوز أن يقيمون صلاة جنازة ثانية؟ نعم. جماعة ثانية؟ طيب، واضح؟ نعم، شكرا. شكرا لك يا أم نواف. معي مهدي، تفضل. أخي مهدي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك. حياك الله أستاذ، تفضل طال عمرك. عندي سؤالين الله يرضى عليك. تفضل، السؤال الأول. السؤال الأول حكم الوساوس التي تخطر في النفس، يعني أحيانا الشيطان يجيب وساوس للإنسان. نعم. سواء للملتزم أو غير الملتزم. طيب. يعني من أفكار وخيالات، هل يحاسب عليها الإنسان الذي يخطر في البال؟ مهما طيب. كانت هذه الأفكار هل يحاسب عليها؟ نعم. مع أنه لا يطبقها ولكن الشيطان يأتي بهذه الأفكار. طيب. السؤال الثاني الله يرضى عليك، أحيانا يعني لا توضأت للصلاة. إذا توضأت للصلاة. نعم. وانتهيت من الوضوء ذهبت إلى المسجد، أحيانا أشعر بقطرة يعني من ال يعني من الذكر. نعم. وأحيانا أقطع الصلاة وأذهب إلى دورة المياه فما أجد شيء. طيب. واحيانا اجد، فهل دائما اروح اتاكد يعني اقطع الصلاه ولا يعني اعفي الله؟ طيب. عن هذا الشيء. طيب، شكرا يا مهدي، بارك الله فيك. طيب. ابو عبد الملك معي، تفضل. تفضل يا اخي. معي ابو عبد الملك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل بالسؤال. سؤال واحد، اسعدك الله اخوي احمد واسعدك الله شيخنا الفاضل. حياك الله، تفضل السؤال. سؤالي أسأل الله يبارك فيكم، شيخنا في موقع حراج، طبعا هذا يعرض عليه السيارات في النت، الموقع طبعا شيخنا هذا يشترط نسبة 1% إذا تم البيع. الرجل يقول أنا شفت السيارة بالموقع واتصلت بصاحبها قال لي بعت السيارة على رجل ليس له علاقة بالموقع، يعني باعها بالسوق. يقول أخذت رقم هذا الرجل الذي اشتراها منه وربحته في السيارة واشتريتها. يقول الآن هل يشترط أن أدفع لصاحب الموقع نسبة 1% لأني رأيت السيارة أول مرة عن طريق الموقع؟ نعم. طيب، واضح السؤال، شكرا أبو عبد الملك، بارك الله فيك. أبو حسين من العراق، تفضل. تفضل أبو حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير ورحمة الله وبركاته. حياك الله. أول، ما حكم المسلم من أهل السنة والجماعة في زيارة قبور الأولياء والصالحين؟
طيب. لحجة السياحة أن بأن المسلمين يقومون بزيارة في وقت وفاة هذه هؤلاء الصالحين وموافق وزيارة الفئة الضالة. السؤال الثاني. طيب. السؤال الثاني ما حكم الأكل أو المساعدة بالأموال والمهن لهذه المواكب التي يضعها هذه الفئة؟ علما أن هذه المواكب يصبون في أيام عاشوراء. طيب. شكرا. بارك الله فيك. السؤال الثالث جزاك الخير. تفضل يا أبو حسين. السؤال الثالث ما حكم صيام عاشوراء في يوم السبت؟ يعني مفرد بس السبت. طيب. جزاك الله خير رحمه الله الله يحفظكم ان شاء الله. امين بارك الله فيك، شكرا يا ابو حسين. ابو محمد معي تفضل. ايوه. تفضل يا ابو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عندي سؤالين الله يجزاك. تفضل يا استاذ. السؤال الاول الله يحفظك من ناحيه ال من يحكم الصلاة خلف من يلحن في البارحة. طيب. السؤال الثاني. نعم. بارك الله فيك. ما حكم الاكتفاء بدعاء الوالد في آخر التشهد؟ اللي هو اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات. لو استبدلناه بدعاء اللهم أنت ربي لا إله إلا اللهم أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد أنت اغفر لي ذنبي فإنك أنت الغفور الرحيم. هل يكتفى به أم لا بد من إرادة دعائين كاملة؟ طيب تسمع يا جماعة. شكرا شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم مع الشيخ منواف. تسأل عن بأنه دفن في فناء منزلهم من 20 سنة أو 30 سنة طفل بعد ولادته، وتقول نرغب في نبش هذا القبر وقبره في مقابر المسلمين. لا حرج عليهم في نبش هذا القبر لأن هذا الموطن مملوك لأصحاب الدار، ولأنهم يريدون أن يستمتعوا بهذه الأرض ويبذلوا أو يفعلوا فيه ما يعود عليهم بالنفع من بناء ونحوه، وبالتالي لا حرج عليهم في نبش هذا المقبور لأنه لم يقبر في المقبرة العامة، ولأنه قد قبر في ملك خاص، ومن ثم الذي يظهر لي أنه لا حرج عليهم في نبش هذا المولود. نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. لو كان هذا سؤال عام معالي الشيخ، لو كان الجنازة قبرت قبل أن تتملك الأرض، الأرض الآن هل هي مقبرة؟ لا أرض عامة يعني، أو هي ليست بمقبرة، فالمقابر الأصل أنه لا ينبش إلا لمصلحة. نعم. أما الأراضي التي ليست بمقابر فإنه ينتفع منها بأنواع الانتفاعات التي تعود على الناس بالنفع، وينبغي أن يكون في النبش في الأراضي العامة فتوى تصدر من الجهة المختصة. نعم. بحيث يقدر فيها الموازين الشرعية المتعلقة بهذا الأمر. شكر الله لكم معالي الشيخ. تسأل عن الجنازة إذا صلي عليها في المسجد وأتي بها إلى البيت من أجل أن يسلم عليها النساء ويرونها ويصلون، هل يصلون عليها وهل يشرع هذا الأمر؟ نعم. أما بالنسبة لأداء الصلاة مرة أخرى على الجنازة فلا حرج فيه، فإنه قد ورد في الحديث أن امرأة كانت تقوم المسجد فصلوا عليه فماتت بليل فصلوا عليها، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها فقيل بأنها ماتت وأنها قد صلي عليها ودفنت، فقال دلوني على قبرها فصلى عليها صلاة أخرى غير صلاتهم التي صلوا بالليل. فدل هذا على أن إعادة صلاة الجنازة لا حرج فيها، وأن والظاهر أن من صلى على الجنازة فإنه يحوز الأجور المرتبة على صلاة الجنازة ولو كانت صلاة ثانية، ومن ثم لا حرج عليهم في ذلك. وأما بالنسبة لجواز هذا الفعل فلا يوجد مانع يمنع من كونهم يذهبون به إلى أهل الميت من أجل أن يصلوا عليه، ولئلا يشقوا عليهم في الذهاب إلى المسجد للصلاة عليه، ومن أجل أن ترتاح نفوسهم بدعوات يدعونها في صلاة الجنازة لا حرج عليهم في ذلك. الحمد لله بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من وفاء، تقول فضيلة الشيخ
السلام عليكم. أخي توفي بالرياض وهو يعيش هناك لوحده منذ زمن، ولا يعود أمي ولا أبي، وهو غير متزوج. وحينما توفي أتى أخي الثاني، أتى بشهود زور وشهدوا أنه يعول والدتي وأبي وأختي حتى يحصل على راتبه التقاعدي أو حقوقه بعد وفاته. ما حكم ذلك؟ علما أن أخبرنا أمي وأبي بذلك ولم يقتنعوا بحرمة هذا الأمر، ماذا نفعل؟ نعم، هذا بالنسبة لهذا الأمر متعلق بالوالدين. نعم. الأخت ليس لها إلا النصيحة، والأمر متعلق بالوالدين. الوالدان يحسن بهما سؤال الجهة المختصة في التقاعد عن هذه المسألة، وينظروا في الأنظمة المتاحة للتقاعد من أجل تطبيق النظام المتعلق بهذا. نعم، أحسن الله إليكم. علي الشيخ يسأل مهدي عن حكم الوسواس أو الوساوس والأفكار التي تخطر في بال الإنسان، وهي أحيانا أفكار يعني معتادة، وأحيانا تكون أفكار غريبة أو شاطحة أو تتناول شيء من المقدسات والغيبيات. أولا، لا يأثم الإنسان بهذه الوساوس ولا تنقص درجته عند الله عز وجل بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن الله قد تجاوز عن أمته ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تتكلم، فهذه الوساوس لا تضر صاحبها. وثانيا، إذا لم يلتفت الإنسان إلى هذه الوساوس ولم يضع لها أي قيمة أو أي اعتبار، فإنه يكون مأجورا عند الله جل وعلا. والأمر الثالث، أن العبد إذا رتب عليها فعلا أو قولا فإنه يكون عاصيا بذلك القول أو ذلك الفعل، حتى ولو كان ذلك القول أو ذلك الفعل على جهة محاولة إبعاد هذه الوساوس ونحوها، يعلم أن هذه الوساوس لا تضره وبالتالي لا يلتفت لها. ويشرع للإنسان أن يشغل نفسه بالأعمال الصالحة لئلا يكون هناك أوقات فراغ يتمكن بها الشيطان من إدخال الوساوس في قلب المؤمن. نعم، شكر الله لكم. يقول: إذا توضأت للصلاة وانتهيت من الوضوء ودخلت الصلاة، يأتيني وساوس أحيانا أو أحسس بأن قطرات نزلت مني، ثم أقطع الصلاة أحيانا وأتأكد من ذلك، أحيانا أجد شيء وأحيانا لا أجد شيء، فهل يسوغ لي هذا الأمر أم ماذا أفعل؟ لا يجوز له قطع الصلاة ولا يجوز له تفقد سراويله في هذه الحال بعد أن ابتدأ بالصلاة. وقد ورد في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشيء يجده الإنسان في صلاته، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. فما دامت وساوس لا يجوز الالتفات إليها، ويحرم قطع الصلاة من أجل هذه الوساوس، فالإنسان يقدم على معصية بقطعه للصلاة بسببها. وإذا لم يلتفت الإنسان لهذه الوساوس تنقطع منه هذه الأمور. هذه الأشياء والنوازل التي تنزل هي عبارة عن ارتخاء في الأعصاب تكون عند الإنسان بسبب هذه الوساوس، فإذا لم يلتفت للوساوس ولم يضع لها مكانة ولا منزلة، فإنه حينئذ لا ترتخي أعصابه بعد ذلك، ومن ثم ينقطع هذا الأمر عنه بالكلية. نعم، شكر الله لكم. أبو عبد الملك يسأل، يقول: يوجد موقع للإعلان عن السيارات، ويقول: حينما أدخل على هذا الموقع أجد إعلانا عن سيارة، وهذا الموقع يشترط 1% سعي، فحين أتصل بصاحب السيارة الذي عرضها يقول أني بعتها على شخص آخر خارج الموقع، فأخذ الرقم المشتري الجديد وأتواصل معه وأشتري السيارة، يقول: هل يحق لهذا الموقع أن يأخذ هذا، أن أدفع له نسبة السعي هذه أو لا يحق؟ إن كان البيع من طريق هذا الموقع فلا بد من دفع هذه النسبة، وإن كان البيع من غير طريقة فلا يلزمه دفع هذه النسبة. نعم. فهذه نسبة السمسرة التي أعلن عنها صاحب الموقع هي أمر مشروع. نعم. ولكن له أحكام في أعراف الناس، ومن ثم يرجع إلى عرف الناس، هل هذا النوع من التعامل يعد مما يستحق به صاحب الموقع
أجرة السمسرة أو لا، فيسأل أهل العرف في ذلك. ومن المعلوم أن الأعراف تختلف ما بين بلد وآخر ومنطقة وأخرى. نعم، شكر الله لكم. أبو حسين يعني يسأل، عندنا في العرف هنا أنه لا يستحق هذه النسبة، لكن قد يوجد أعراف أخرى في بلدان أخرى يتغير فيها الحكم بسبب تغير عرف الناس. يعني كونه عرف هذه عن طريق هذا الموقع ثم اتصل على صاحب السلعة المعروضة فيه، قال أنا بعتها على فلان آخر خارج الموقع، قال أعطني الرقم هذا البيع الشخص. نعم. البيع هنا لم يحصل من طريق الموقع، لكنه عرف السلعة من طريق الموقع. معرفة السلعة شيء، وحصول البيع للسلعة شيء آخر. المقصود أن هذا يختلف باختلاف أعراف الناس. شكر الله لكم. مع الشيخ أبو حسين يسأل عن حكم المسلم من أهل السنة والجماعة أن يأتي لزيارة القبور والأضرحة والتبرك فيها، أو حضور ما يقام حولها من أكل ومواكب وموائد. زيارة القبور على نوعين، النوع الأول الزيارة السنية التي تكون من أجل الدعاء للميت ومن أجل الاتعاظ والاعتبار، ولا يكون هناك مظاهر شركية أو بدعية حول القبر حال الزيارة، فهذه زيارة مشروعة تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأما إذا كان هناك أمر شركي عند القبر حال الزيارة أو أمر بدعي فإنه لا يشرع للإنسان أن يزور القبر، لو شاهدهم من بعيد لم يؤثر، لكن كونه يأتي في مجمعهم ويحضر مناسبتهم ويكثر عددهم هذا من الأمور الممنوعة. وقد قيل في تفسير ما ورد من النهي عن شهود الزور أن المراد به المحافل الشركية أو البدعية. نعم، شكر الله لكم. يسأل عن صيام عاشوراء إذا وافق يوم السبت، وهل ورد النهي عن إفراد يوم السبت في الصيام؟ نعم، ورد حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن صيام يوم السبت، ولكن هذا الحديث حديث عام، والحديث المرغب في صوم يوم عاشوراء حديث خاص. ومن ثم فإننا نقول بأن صيام يوم السبت لكونه يوم عاشوراء هذا من الأمور المخصوصة من النهي العام، ومن ثم لا حرج على الإنسان في أن يصومه. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما بعده أو يوما قبله. فدل هذا على أن من صام الجمعة والسبت لم يدخل في النهي الذي ورد عن صيام يوم السبت، فدل هذا على أن هذا العموم قد ورد له تخصيص. ومن ثم نقول صيام يوم عاشوراء إذا وافق يوم السبت أمر مشروع، ويرجى لصاحبه أن يحوز على الأجر المرتب على صوم يوم عاشوراء. نعم، شكر الله لكم. إذا كان الإنسان قضاء مع الشيخ أو المرأة قضاء ورغب في صيام القضاء وإشراك عاشوراء أو نية القضاء ونية عاشوراء يجمعهما في هذا اليوم. نعم، هل يحوز الإنسان أجر صيام القضاء وأجر صيام يوم عاشوراء بصيام يوم عاشوراء وحده؟ هذا من مواطن الخلاف، والأظهر أنه لا يجزئ، وأنه لو صام الإنسان يوم عاشوراء عن القضاء من أجل أن يوافق من لديه من جماعته ويفطر معهم فلا حرج عليه في ذلك، فإن كان الله عز وجل قد قدر له الأجر فله الأجر. وأما أن ينوي بصومه الأمرين معه فنقول هذا نية أمرين متقابلين ليس على حال واحد، فصيام يوم عاشوراء صيام نفل له أحكامه المختصة به بخلاف صيام يوم القضاء. نعم، شكر الله لكم. أبو معاذ معي، تفضل معنا. أبو معاذ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسلم على الشيخ سعد الله يبارك فيك. حياك عليك وعلي. الله يسلمك ويحييك. الله يبيك على الطاعة وطيف عمرك على الخير يا شيخ سعد. ومن يقول تفضل. الله يحفظك. عندي مسألة يا شيخ. أنا نعم، أنا رجل يعني الحمد لله قد على خيارتي، وأسمع الأصوات، صوت حرمة وصوت بنت ومرة صوت رجل، يعني يقول أسمع الرجال يقول جننوه، والحمد لله أنا رجل بدوي لكني موحد الحمد لله، لا شرك بالله ولا بغيت مثلك، فهذه أصوات حتى في بعض الأحيان أجدها. هذا السؤال الأول، متى تسمع الأصوات يا أبو معاذ؟
والله لا جيت في رزقي فأدنى هنا مسافر يعني جاي من مدينة ثانية ولا جيت بيتي يعني وتكثر المساوس يعني مساوس الشيطان ومساوس المس اللي يعني احنا قرينا على الكتاب والسنة ونعرف الأمور هذه. نعم. الأمر الثاني يا شيخ الشيخ سعدي يجلس مع ولي الأمر نبا يعني أمر الشركات التجار دولي الأجام السعودي بيشتغل يعني بيحمل معاهم حملة يعني يعطونا الحملة إن غلط يعني باين واضح يحاسبون عليه وإذا ما غلط لا يخلوا العمال يغلطون عليه عشان إيش لا يقول السعودي يعني ما يصبر ولا ذكر. طيب بس الله يحفظك يا حبيبي. شكرا بارك الله فيكم معاذ. أمر يعني أبغى من الشيخ ولي الأمر هذا الله يجزاه خير. بارك الله فيك شكرا يا أبو معاذ. خالد معي تفضل. تفضل يا خالد. معنا خالد تفضل. أم أسامة تفضلي. تفضلي يا أم أسامة. تفضلي. أنا عندي أسئلة وعندي طلب يا تفضلي. اللي عندها رجل يعني أحيانا تكذب عليه لأنه يعني مشاكل في بينهم ممكن ارفعي صوتك يا مسام الله ارفعي صوتك إذا تكرمت يا مسام. على زوجها دين. نعم. اللي أنا أضطر أحيانا يعني أقول أكذب على زوجي في بعض الأمور بسبب المشاكل اللي تجي هل يجوز لي كذا أسويها بس تكذبين على زوجك في لتفادي المشاكل. ايوه. نعم. فأصدر. وسؤال ثاني بعد. نعم. فيها الحديث اللي أرب بياد الجلال والإكرام. كيف يعني نحن نطبق هذا الحديث إذا عند الدعاء وكذا؟ عفوا كيف؟ الحديث اللي يقول أرب بياد الجلال والإكرام. أعوذ على الضوء. أرب بياد الجلال والإكرام. نعم. كيف يعني نطبق الحديث هذا في دعائنا؟ طيب صلاه الوتر اذا فاتتني هل بس اصليها بين الفجر والظهر ولا في اي وقت اقضيها؟ نعم. وسؤال ثاني بعدك. طيب احيانا يسالوني بعض الاخوات عن يعني امور الدوره والحيض وكذا بيكون عندي بعض الاجوبه يعني اسمع في المشايخ. نعم. هل أفتيهم وأفيدهم ولا ما يجوز لي؟ طيب. والطلبة ما حرجة. تفضل يا أخي. أنا بنتي اشتركت في برنامج دكان الحارة وفازت. نعم. عرفت ونحن نبغى نجدد الاشتراك حق المجلس ما نقدر نجدده. بغيت أجدده من نفس الجائزة اللي حصلت عليها. والجائزة هي تجديد اشتراك ولا ماذا؟ لا ما هو تجديد فلوس يعني. طيب. ما أدري كيف ما أتواصل كذا. يا ريت يا أخي أحمد نفسي. طيب تواصلتي مع الخدمات المشتركين هم يعني مثل الأمور هذه ما حد يرد علي أبدا ما حد يرد. طيب تسمع يعني إذا تكرمتي تجعلين رقمك وأنا إن شاء الله تعالى أتواصل أعطي الرقم أو رقم الاشتراك الخاص بكم وأتواصل مع الزملاء إن شاء الله تعالى في الاشتراكات ويصير خير إن شاء الله بإذن الله. الله يجزاك خير. ضعي رقم الاشتراك رقم البطاقة الخاصة بكم. طيب أحطها عند الكرتون كيف؟ فين احط رقمي يعني عند الكنترول ولا طيب عند الكنترول. اي نعم شكرا يا اختي بارك الله فيك. معي سعيد اخي سعيد تفضل يا سعيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مساكم الله بالخير. حياك الله يا سي. مساكم الله بالخير يا شيخ سعد. الله يحييك اهلا وسهلا. والله انا نحبك في الله. احبك ربي. مساك الله خير. تفضل يا اخي. عن الضابط في تحديد اللحية من جهة الوجه تحت الشفة السفلية ومن جهة الرقبة. طيب الله يذكره. شكرا بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. نستأذنكم في فاصل إعلاني قصير نعود بعده للمتابعة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم فابقوا معنا. نور تجلى للفؤاد السائلين بجواب صدق في بيان كامل العلم نور والحياة. أيا كان طبقك المفضل إن كان لحم ولا سمك ولا خضار ولا دجاج يبقى دائما الأصل في الأرز الشعلان أصل الأرز.
اتل كتاب الله ورتل وانهل من نبع الإيمان فيه النور وفيه شفاء للأرواح وللأبدان. لو أقفل قلبك في يوم فاشرح قلبك بالقرآن، لو أقفل قلبك في يوم فاشرح قلبك بالقرآن. كتاب الله ورتل وانهل من نبع الإيمان فيه النور وفيه شفاء. الآن ولعملاء شبكة المجد في السعودية، جدد اشتراكك لمدة عام فقط ب 555 ريال سعودي، أو جدد اشتراكك لمدة عامين فقط ب 888 ريال سعودي. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة. أكثر من 7000 شخص يدخلون في دين الله كل عام، أكثر من 20 شخصا يوميا من مختلف أنحاء العالم يدخلون في دين الله عبر موقع دين الإسلام، أكثر من 450 مسلما يتم تسيير حجهم كل عام، أكثر من 900 مسلم يتم تدريسهم كل عام، أكثر من 5000 من المسلمين الجدد تجاوزوا المستوى الأول في الدورات التعليمية عبر موقع نيو مسلم، أكثر من 150 ألف وجبة تفطير صائم يتم توزيعها كل عام، أكثر من 500 ألف كتاب يتم توزيعها كل عام، أكثر من 1,500,000 مطوية يتم توزيعها كل عام، أكثر من 1,000,000 قرص مدمج يتم توزيعها كل عام، أكثر من 3,000,000 نسخة من أصل 6,000 كتاب عبر دعم المشروع العلمي للمكتبة الشاملة يتم توزيعها كل عام. جزء من ثواب هذه الثمرات سيكون في ميزان حسناتك بإذن الله من خلال دعمك لوقف النور 2، فبادر إلى الاستثمار الرابح. نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم على الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، حياكم الله. معلش. الله يحييك ورحب بك ورحب بأخواني المشاهدين الكرام. بارك الله فيكم. صدر أخيرا معالي الشيخ قرار سامي بالنظام الموافق على نظام المرور، وكان من ضمن هذا القرار منح الرخصة والسماح للمرأة بقيادة السيارة وفق ضوابط الشرعية التي تنظم هذا الأمر، وعلى أن تلتزم المرأة والنظام يلتزم بمراعاة مثلا حشمة المرأة وحقوقها وعدم التعرض لها، وأن تستخدم هذا الأمر فيما يعود عليها بالنفع، وأن لا تتجاوز بعض الأوقات، وأن لا تتجاوز هذه الخدمة التي تكون لمصلحة المرأة وقضاء حوائجها وذهابها إلى قضاء مصالحها، ألا تتجاوز ذلك إلى أمور أخرى. تعليقكم معالي الشيخ. من فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية أن دين الإسلام هو المنطلق الذي يسيرون عليه، وهو الذي يقدم على جميع ما يكون من رغبات وأهواء، ولذلك نص في النظام الأساسي على أن الكتاب والسنة حاكمان على جميع الأنظمة بما فيها ذلك النظام، ولا زال ولاة الأمور ينصون في كلماتهم على أنهم يقدمون الكتاب والسنة على كل شيء، وأنهم يعملون بشرع الله عز وجل، وهذه نعمة كبيرة علينا في هذه البلاد. ومن المعلوم أن من عمل بشرع الله فاز ونجح وسعد في آخرته، وكان هذا أيضا من أسباب استجلاب الخير له، فأحوال الناس الدينية والدنيوية تصلح بالعمل بشرع رب العزة والجلال.
كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الحقيقية تحصل بالعمل بالشرع. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة تكون بالإيمان والعمل الصالح. والله جل وعلا قد وعد المؤمنين بتمسكهم بشرع الله أن يكون لهم العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة. والناظر في سير هذه الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر يجد أن الأمة متى عادت إلى شرع رب العزة والجلال كان هذا من أسباب تآلفها وتماسكها، وكان هذا من أسباب نمو الأمة وازدهارها، وكان هذا من أسباب انتصارها على أعدائها. وقد شاهدنا وقائع كثيرة، ومن آخرها هذه الدولة المباركة على عهد الإمام الملك الصالح الملك عبد العزيز غفر الله له، فقد قلب الله أحوال هذه البلاد أمنا رخاء وتواصلا ولحمة بما انتهجه من السير على كتاب الله عز وجل وشرعه. ومما تعاهدت عليه هذه الدولة من فضل الله عز وجل أن جعلت لعلماء الشريعة المكانة التي تستمد منهم أحكام الشرع وتتواصل معهم في تعرف أحكام الله عز وجل ومعرفة شريعة رب العزة والجلال. وهذا من الزمان الأول، وما ذاك إلا أن الشريعة قد رفعت مكان العلماء وأمرت الأمة بالرجوع إليهم، كما في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كما في قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكما في قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن فضل الله عز وجل أن أوجد في هذه الأمة علماء صدق مرادهم إن شاء الله الأمر الأخروي الذي يرضون به رب العزة والجلال، ينصحون للأمة ويبينون لها الأحكام الشرعية المتعلقة بها. وهذا الأمر موضوع منح المرأة رخصة القيادة قد عرضه ولي الأمر على أعضاء هيئة كبار العلماء وبين لهم المزايا والمصالح المترتبة على هذا الموضوع، كان رأي الأغلبية أن هذا الأمر الأصل فيه الحل والجواز، ورأوا أن هناك مفاسد قد تحصل من إقرار مثل هذا الأمر. ولما عرضت هذه المفاسد كان هناك عرض بأن هذه المفاسد يمكن تفاديها من خلال وضع عدد من الإجراءات التي تبعد بإذن الله عز وجل هذه المفاسد وتحقق المصالح. ولعل الله عز وجل أن ييسر للناس مشاهدة هذه الوسائل والأساليب التي تدرأ هذه المفاسد بإذن الله عز وجل. ومن هنا فإنني أؤكد على أمر يتعلق بعموم الناس وممارستهم لهذا الموضوع، فإننا يجب علينا أن نسعى لإصلاح نفوسنا، وأن يسعى كل واحد منا لإصلاح ما حوله، لنكون بذلك قد أرضينا الله عز وجل. فقيادة السيارة وسيلة من الوسائل مثل غيرها من الوسائل، فمتى كان الناس يستخدمون هذه الوسيلة على وفق ما أمر الله عز وجل وما حد من الحدود كانت مما يعود عليهم بالنفع والخير، ومتى استعملوها بما يضاد ذلك من معصية الله عز وجل عاد عليهم بالضرر والشر. ولذلك على كل واحد منا أن يتقرب لله عز وجل بزراعة القيم والأخلاق الفاضلة التي جاء بها ديننا القويم في نفسه أولا وفي من حوله، يتقرب بذلك لله عز وجل. وإن شاء الله أن الناس متى ساروا على شرع الله وتمسكوا به عادت عليهم أمورهم كلها بالخير والنفع. والمرأة المسلمة في هذه البلاد متى كانت متمسكة بدينها كانت بإذن الله عز وجل ممن يستعمل هذا الأمر وغيره بما يحقق المصلحة والنفع للناس. وحينئذ أنا يعني من خلال مشاهدتي ورؤيتي لبعض ما يكتب أجد أن هناك بعض الكلمات لا يناسب أن تقال في هذا المقال، من أمثلة ذلك مثلا خطاب التخوين
أو اتهام بعض الأشخاص بأنه يريد الشر والضرر بالأمة، فمثل هذا لا يعود علينا بالنفع، وإنما يوجد فرقة ويبعد الناس عن بعضهم عن بعضهم الآخر، ولا يحقق مقصودا شرعيا. عندما يتهم شخص بأنه يسعى للتغريب، ما هو الأثر المترتب على مثل هذا الخطاب؟ لا أثر. وفي المقابل أيضا هناك خطابات غير مناسبة يتكلم بها بعض الأشخاص ممن يكون متحمسا مع هذا الموضوع، من خطاب سخرية واستهزاء واستنقاص وإعلان كأنه هو الفائز. هذا الأمر مرادنا جميعا تحقيق مصلحة الأمة به، وكون بعض الناس لهم وجهات نظر لا يعني أننا نستنقصهم أو نقلل من مكانتهم. هم يريدون الخير ويريدون صلاح أحوال الأمة، ولذلك مثل هذه الآراء في خصوصا في مثل هذه القضايا الاجتهادية يقدر ولي الأمر فيها ما يرى أنه الأصلح بعد النظر في مقدمات الموضوع وأوصافه وآثاره ونتائجه وعواقبه، ومن ثم يتقرب لله عز وجل بتقرير ما يرى أنه الأصلح وما يعود بالخير والنفع على الناس. من المعلوم أن هذه البلاد مستهدفة، وهناك من يريد أن يفرق كلمتها وأن يجعل الناس فيها متعادين متقاتلين، وهذه البلاد بلاد خير، وهي بلاد توحيد، وهي البلاد التي أمن فيها أهلها واستقرت أحوالهم وتمكنوا فيها من الانتفاع بأمور كثيرة من أمور الحياة. وهذه البلاد تفوقت على كثير من بلدان العالم، حتى كثير من الدول التي يشار إليها، فأحوال هذه البلاد من الخير ومن الدين ومن الأمن ومن اجتماع الكلمة ومن تلاحم الناس، هذه منافع كبيرة. لا ينبغي أن يكون هناك خطابات مؤلبة على الدولة ولا على فئة من فئات المجتمع، سواء رأت هذا الرأي أو رأت الرأي المقابل له. نحن وحدة واحدة، نحن إخوة، نحن متحابون، نحن متآلفون، نحن متوادون. يجب علينا أن نتقرب لله عز وجل بزراعة المحبة الإيمانية لبعضنا في نفوسنا، وهي من أعظم القربات التي نتقرب بها لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. ومن ثم لا ينبغي أن نجعل هذه القضايا سبيلا لتعادي بعضنا على بعض أو دعاء بعضنا على بعضنا الآخر. نتقرب إلى الله بالدعاء بالخير للجميع، سواء وافقنا في الرأي أو خالفنا. وحينئذ نؤكد أن من أعظم أسباب سخط الله على الأمم تفرقهم واختلافهم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب هلاك الأمم السابقة اختلافهم واختلافهم على أنبيائهم. ولذلك علينا أن نتقرب لله عز وجل بجمع الكلمة، بجعل الناس لحمة واحدة، متوادين متحابين، وهكذا نسعى في درء الممارسات التي لا تكون موافقة للشرع في هذا الموضوع وفي غيره، لأن للذنوب أثرا خطيرا على الناس، وإنما يهلك الله عز وجل الأمم بسبب ذلك. ومبدأ هذا صلاح ما في النفوس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يغيره بماذا؟ إن غيرته للخوف من الله، استشعار مراقبة رب العزة والجلال ونحو ذلك من المعاني العظيمة التي جاء بها ديننا، حينئذ تصلح أحوال الناس وتستقيم أمورهم. كل منهم يعرف حده ويعرف ما يجب عليه أن يلتزم به في هذا الموضوع وفي غيره. وأما إذا كانت النفوس مريضة، وكانت هناك من يبث في النفوس البعد عن الله عز وجل وعدم الاستجابة لأمره سبحانه، من يبث في النفوس الجريمة ويجعل الناس يستسهلون هذه الجرائم وهذه المعاصي، حينئذ يكون هذا له آثاره السيئة على الأمة. وبالتالي علينا أن نتقرب لله عز وجل جميعا بزراعة هذه المعاني في نفوسنا: الخوف من الله جل وعلا، استشعار مراقبته سبحانه وتعالى. لا يكون همنا ماذا يقول الناس، وليكن همنا ماذا يرضي رب العزة والجلال.
نزرعه في نفوسنا وفي من حولنا صغارا وكبارا. الصغير لا تدربه على أنه يخاف من العيب ويخاف من مشاهدة الآخرين، وإنما دربه على أن يخاف من الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله لا يخفى عليه شيء من أحوال الناس، وأنه يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. متى علم الناس بذلك؟ حينئذ تصلح أحوالهم وتستقيم أمورهم. شكر الله لكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. هنا سؤال للأخ الكريم أبو محمد يسأل عن الصلاة خلف من يلحن في قراءة الفاتحة. نعم، اللحن على نوعين. لحن لا يحيل المعنى فهذا لا يؤثر على صلاة المأموم، والثاني لحن يغير المعنى، كما لو قال أنعمت بدل أنعمت، أو قال أنعمت، فهذا لحن يغير المعنى، وبالتالي إذا لحن هذا اللحن وجب على من خلفه أن يرد عليه، خصوصا في الفاتحة. ولا تصح صلاة المأموم إلا إذا قرأها الإمام قراءة صحيحة، فإذا لحن لحنا يغير المعنى وجب الرد عليه. وأما إذا كان اللحن لا يغير المعنى فإنه لا يؤثر على صحة الصلاة. نعم، شكر الله لكم. يسأل عن الاكتفاء بالدعاء في آخر التشهد في قول اللهم أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد. الدعاء بعد التشهد مستحب وليس بواجب، فمن لم يدعو لم يلحقه شيء من الإثم، ولم يؤثر هذا على صحة صلاته. والدعاء هناك أدعية مأثورة ينبغي بالإنسان أن يحرص عليها، لكن لو تركها لم يلحقه شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: فإذا فرغت من ذلك، يعني من التشهد، فادعوا بما شئت. فدل هذا على أن الدعاء بعد التشهد يكون بما أراده الإنسان وشاءه من أي أنواع الأدعية. ولكن الأدعية المأثورة فيها من الفضل وفيها من الكمال وفيها من جماع الخير ما ليس في غيرها، فينبغي بالإنسان أن يحرص على هذه الأدعية المأثورة. شكر الله لكم على الشيخ. هنا الأم أسامة تسأل عن الكذب على الزوج لتفادي المشاكل. نعم، في مرات تكذب المرأة على زوجها فيكتشف هذا الكذب فيتزداد المصيبة مصيبة. نعم، وبالتالي عليها ألا تكذب، وإن خفت بعض الأمور وجعلت الإخبار به في زمن آخر حين ركود الزوج وذهاب حالة الغضب عنه. وبالتالي أنا أوصي أخواتي وأوصي الأزواج أيضا بالصدق في الحديث مع زوجاتهم، وهكذا الزوجات عليهم أن يصدقوا مع أزواجهم، فإن هذا يعود عليهم بالنفع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. نعم، يتقرب الإنسان بالصدق ويختار الصدق، قد يخفي معلومة ويترك الإخبار بها أو يرجئ الإخبار بها، فهذا لا حرج عليه فيه ولا يعد هذا كذبا. شكر الله لكم على الشيخ. تسأل عن الضوء بياذ الجلال والإكرام، كيف يكون ذلك في الدعاء؟ يعني هذا هذا الحديث من مواطن اختلاف العلماء فيه تصحيحا وتضعيفا. والضوء يعني إلجأوا إلى هذه اللفظة وادعوا الله عز وجل بها، فإنها من الوسائل التي تكون من أسباب إجابة الدعاء. نعم، شكر الله لكم. تسأل عن صلاة الوتر إذا فاتت الإنسان متى يقضيها؟ هل يقضيها مثلا بين الظهر؟ هناك وقت مخصص لقضائها نهارا؟ وقت صلاة الوتر هو ما بين صلاة العشاء إلى أذان الفجر، إلى دخول وقت الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء والفجر، ألا وهي صلاة الوتر. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الوتر بعد أذان الفجر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من فاته شيء من حزبه بالليل قضاه نهارا ما بين ارتفاع الشمس وزوالها. ومن ثم يشرع للإنسان أن يقضي الوتر في النهار في هذا الوقت الذي ذكرت. وقضاء الوتر يكون بأدائها شفعا لا وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم
كان إذا فاتته صلاته من كان يصلي بالليل 11 ركعة، فإذا فاته ورده بالليل صلاه بالنهار 12 ركعة. بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا مناير العثمان تسأل فضيلة الشيخ، تقول إذا كان يكتب للمسافر ما كان يعمله مقيما صحيحا كالصيام، فهل يشمل هذا من كان سفره للسياحة؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كان السفر مباحا فإنه نوع من أنواع السفر التي تدخل في هذا الحديث، فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا سافر العبد، ولم يحدد نوع السفر، فيكون السفر المباح داخلا في هذا. أما إذا كان السفر محرما فإنه لا يدخل، فإن الأصل في اللفظ الشرعي أن يطلق على ما هو مباح شرعا لا على ما هو ممنوع منه شرعا. وسفر السياحة على أنواع، منه ما هو مباح ومنه ما هو ممنوع منه محظور في الشرع، وبالتالي يعطى لكل واحد منهما حكمه المناسب له. نعم، شكر الله لكم. تسأل أم أسامة عن، تقول تسألني بعض النساء عن أحكام الدورة، يكون عندي خلفية عن ذلك لسماعي لأقوال أهل العلم في هذه المسألة، فهل علي بأس إن أفتيتهن بذلك؟ هي لا تفتي، وإنما تخبر بنقل الفتوى. نعم. فتقول الشيخ فلان يفتي بكذا، وسمعت في نور على الدرب مثلا أن حكم هذه المسألة كذا، والمتلقية لا يجوز لها أن تعتمد على نقل هذه الفتوى إلا في حال الضرورات. نعم. ويجب عليها حينئذ أن تراجع أهل العلم، لأن الفهم قد يكون غير متوافق مع مراد المفتي، وقد تنزل هذه المرأة المسألة على غير المراد الشرعي بها، وكم من لفظ يفهم منه غير المراد به. نعم، شكر الله لكم. سعيد يسأل عن أحكام تحديد اللحية مع الشيخ، من الأعلى وكذلك من كما ذكر من جهة الوجه. نعم، اللحية لفظ لغوي، وبالتالي يرجع فيه إلى أهل اللغة ماذا يسمونها اللحية. فإن العرب تسمي الذقن لحية، وتسمي اللحي وهو العظم الذي يكون في فك الإنسان في جانبي وجهه لحي، وما ينبت عليه يسمونه لحية. فهذا من مواطن الاتفاق بين العلماء أن هذه تسمى لحية، وهناك مواطن أخرى وقع فيها اختلاف سواء بين الفقهاء أو بين أهل اللغة. وبالتالي يبدو لي أنني لن أتمكن من تفصيل أقوال أهل العلم في هذه المسألة وبيان راجحها من مرجوحها. نعم، شكر الله لكم على الشيخ وأحسن إليكم. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيكم عنا خير الجزاء. بارك الله فيك، وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، وأشكر لأخواني الذين يرتبون معنا هذا اللقاء من مخرج وفنيين ومترجم إشارة، كما أسأله جل وعلا لكل إخواننا الذين يشاهدوننا أن يوفقهم الله لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن ينزل في قلوبهم تقواه ومخافته ورجائه واستشعار مراقبته، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأسأله جل وعلا أن يجعل المسلمين في كل مكان متوادين متحابين متعاونين على الخير والبر والتقوى، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها من البلدان لكل خير، وأن يجعله من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة والأمن والاستقرار والخير عامة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم، شكر لكم متابعة هذا اللقاء، حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تجلى.
فيه فالكل في هذه الحياة كراحلي تجد الجواب يضيء دربك كلما أبصرته.